معنا اتصال ملفي من حائل. نعم يا ملفي. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. نعم سم. انا من يوم خلقت يا شيخ كثيف. اي نعم. ولا حجيت، يجوز اني اوكل ولا لازم احج انا؟ طيب سؤال اخر. السلام. شكرا يا ملفي. شيخ بارك الله فيكم، يقول أنا كفيف ولم أحج، هذا الأخ ملفي، هل لي أن أنيب عني من يحج عني؟ لا لا، فقد البصر لا يمنع من الحج يا أخي، تحج وتجعل معك من يقودك وتحج الفريضة، تحج الفريضة، وهذا ليس مانعا من الحج. نعم.